ببطء تعود الحياة من جديد لقطاع غزة بعد 11 يوما من دوي المدافع والصواريخ ودمار طال البشر والحجر. يلملم القطاع جراحه بعدما فقد نحو 250 من أبنائه فاضت أرواحهم إلى بارئها بفعل العدوان الإسرائيلي، ناهيك عما لحق ببنيته التحتية من خسائر كبيرة. عايش الصدمة يعني لحتى الآن ولا كلمة بتتكلمش من كتر الصدمة والهول يعني كانت في الطابق الثالث فجأة لقيناها تحت. بنت لحتى الآن مظلومة مش قادرة تحكي ولا كلمة لحتى الآن، يعني حتى بتكلم معها إيش اسمك إيش كذا بتظلها ساكتة برضاش تحكي. صراحة احنا ما كناش متوقعين الأضرار تصير عندنا بالشكل هذا اللي انت شايفه. يعني احنا كنا قلنا الضربة شوية بعيدة عنا، لكن لاحظنا انه فيش قطع محل، يعني زي ما انت شايف سليمة المحل، يعني صلوا شغال تقريبا السنة زمان ايش طلعت ارباح حصلت مقابلها يعني مخسر طاق يعني 2، وربنا ان شاء الله يعني بعوض عوض خير. العدد في هذا المكان وحده نتحدث عن 6 إدارات داخل مدينة عرفات للشرطة، تنظيم الإدارة، الأمن الخاص، مالية الشرطة، قيادة الإمداد والمالية، هندسة المتفجرات والأدلة الجنائية، إضافة إلى تدمير كلي وجزئي لعدد من مراكز الشرطة والإدارات والأفرع المتخصصة في كافة مراكز الخدمة داخل قطاع غزة. ومع استمرار الهدوء بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، قامت كبيرة مسؤولي الأمم المتحدة للمساعدات بجولة في القطاع، ودعت الطرفين إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار بينما تجري فرق الإغاثة تقييما للأضرار. وفي هذه الأثناء يتواصل الحديث عن إعادة إعمار ما خربته آلة الحرب الإسرائيلية، مع استمرار الهدنة التي رعتها القاهرة بين الفلسطينيين وإسرائيل، والتي تسعى مصر إلى تثبيتها من خلال وفدين أمنيين أحدهما في تل أبيب والآخر في الأراضي الفلسطينية، كما يتواصل دعم مصر لأشقائها الفلسطينيين من خلال إرسال قافلة مساعدات إنسانية طارئة للقطاع وإشرافها على نقل المصابين للعلاج في مصر.